السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي اخواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم، احوالكم طيبة؟ كنتمنى من الله عز وجل انكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وما نقصكم خير باذن الله. الا كنتي اول مرة كتشوف القناة فما تنساش انك تشترك وتفعل الجرس باش يوصل لك كل جديد، وإلا عجبك الفيديو بارتاجي وخلي واحد لايك وتعليقك في الموضوع. ندخلوا مباشرة في التفاصيل. من خلال هذا الفيديو اخوتي غادي نردوا على هذيك السيده اللي كتدعي واللي كتتهم عباد الله اتهامات اللي هي باطله. علاش كنقول عليها باطله؟ لانها اتهامات بدون دليل، بدون دليل. غادي نتكلموا، غادي نجاوبوا على هذيك السيده اللي كتتهم الفنانه المحبوبه لطيفه رأفت، كتتهمها انها سرقت لها المبيض ديالها بالمساعده مع مجموعه من الاطباء اللي هما معروفين، اطباء اللي هما كبار، فتواطات معهم وخذوا لها المبيض ديالها وزرعوه للفنانه باش تولد بنتها الماس. وكتهمها كذلك بان الماس ماشي بنتها، بينما بنت هاد السيده اللي كترمي في الاشاعات واللي كترمي في الاتهامات بالباطل. ومشات بعيده خوتي، البارحه خرجت بواحد المجموعه من الفيديوهات اللي اتهمت حتى اليوتيوبرز اللي كيتكلموا في هذه القضيه، فاتهمتنا جميع باننا متواطئين مع الفنانه لطيفه رأفت، وانها يعني عطاتنا الفلوس باش اننا نهجموا عليها ونتكلموا زوين على لطيفه رأفت الى غير ذلك من كلام مستفز. مجموعه من الاتهامات الباطله. فهاد السيده هادي اخوتي يوما عن يوم يعني كتبين على انها انسانه يعني ماشي تلهيه، العقل ديالها ما يعني ماشي تلهيه. هاد السيده خصها طبيب نفساني اللي يعالجها، خصها ضروري تاخذ الدواء ديالها، لانها حياتها كلها عباره على واحد الشخص اللي كيوزع الاتهامات فقط، غير كتهم اللي هضر معاها خصها تتهمو. هل اللي سرق ليها، هل اللي خطفها، هل اللي خدا ليها المبيض، هل اللي خدا ليها بنتها الماس، هل اللي كياخذ واحد المجموعه ديال الرويلات على حسب الكلام ديالها. كتقول على ان احنا اليوتيوبرز مساكن ميتين بالجوع، حتى جات لطيفه رأفت وشراتنا بواحد بضع رويلات على حسب كلامها، يعني شراتنا بمجموعه ديال الرويلات، شراتنا باش حنا نبقاو نهجموا عليها ونكذبوا فيها، ويعني نبينوا الفنانه ديالتنا لطيفه رأفت في صوره يعني زوينه. باش نردوا عليك اولا اجدة ياكي، اول شيء حنا ما كنموتوش بالجوع، ما غاديش نتسناو القضيه ديالتك باش حنا ناكلو، اوكي؟ ما غاديش نموتوا بالجوع، حاشاك حاشاك ياك. ديك الهضره سيري قوليها لراسك، ولا سيري بين ليها واشربي ميتها. الحمد لله واكلين شاربين وبخير وعلى خير، دايرين هذا اليوتيوب باش نناقشوا المشاكل الاجتماعيه، وكذلك باش نبينوا الناس اللي بحال الشاكله ديالك، نبينوهم على حقيقتهم امام المجتمع المغربي. ثاني شيء هو ان الفنانه لطيفه رأفت ما كتسناناش حنا باش نبينوا الصوره ديالتها للمجتمع المغربي. الفنانه معروفة منذ زمان، شحال هذه هي معروفة ومحبوبة، والصورة ديالتها لامعة سواء عند المغاربة ولا في المجتمع العربي كامل، يعني هي غنية عن التعريف عند العرب، معروفة عند العرب كاملين، ومعروفة يعني بطيب الأخلاق ديالها، بالمستوى الرفيع ديالها، بالفن ديالها الراقي. الفن ديالها شرف المغرب وهز الرايه المغربيه في المسارح العربيه، وحنا كنتشرفوا بها كمراه مغربيه اللي شرفت الصوره ديال المراه المغربيه في جميع المحافل العربيه. هذا الشيء هو اللي كيخلينا اننا ندافعوا عليها بكل حماسه وندافعوا عليها بشده وبقوه، لان هذه السيده هذه شرفات المراه المغربيه وعطات واحد الصورة نقية للمرأة المغربية كما قلت في جميع المسارح العربية. حدا حنا كنتشرفوا بها. هذا الشيء علاش حنا منين كندافعوا على لطيفة رأفت فنحن ندافع عن صورة المرأة المغربية، لأنك انت مشيتي حتى للسعودية وجالسة كتشوهي بالمرأة المغربية وكتشوهي بالفنانة ديالتنا لطيفة رأفت
امام السعوديين ولا امام العرب. هذا الشيء هو اللي كيخلينا اننا نخرجوا ونردوا عليك وبقوه. ما غاديش نسمحوا لك انك تسيئي للصوره ديال المراه المغربيه اولا، وتسيئي للصوره ديال الفنانه لطيفه رأفت اللي عاشت سنين وسنين وهي كتبنيها طوبه بطوبه. بغيتي تجي نتيا بين ليله وضحاها تهرسي داكشي اللي هي بناته مسكينه منذ سنوات. وماشي غير لطيفه رأفت اللي كتضربي فيها، كتضربي حتى في الشرف ديال الزوج ديالها وفي الشرف ديال بنتها. ومشيتي بعيد وكتضربي حتى في الاطباء المغاربه، كتضربي في السمعه ديال الاطباء المغاربه المعروفين. انت دابا كتعطي واحد الصوره سيئه على الاطباء المغاربه بانهم شفاره، بانهم كينقزوا الشراجم وكيدخلوا على عباد الله لديورهم ويسرقوا لهم الاعضاء ديالهم. انت دابا بغيتي تردي من الاطباء ديالنا المغاربه اللي حنا كنتشرفوا بهم واللي هم قراو في اكبر الجامعات دوليا وكيجيو لبلادهم كيرجعوا لبلادهم باش يداويو المغاربه. انت دابا بغيتي تردي الاطباء المغاربه بحال الا هما كيخدموا مع عصابات ديال بيع الاعضاء البشريه. واش انت كتعرفي هاد الاتهامات اللي غير كترميها على عباد الله، واش كتعرفي المدى ديالها ولا ما كتعرفيش؟ دابا انت الناس ديال السعوديه غيبداو يطلعوا لهم الفيديوهات ديالك بما انك انت عايشه في السعوديه وكت يعني داخله في اليوتيوب السعودي، يعني الناس غيبداو يطلعوا لهم الفيديوهات ديالك وبداو يتفرجوا فيك ويقول لك لطيفه لطيف. واش هادو هما المغاربه؟ واش هادو هما الفنانين المغاربه؟ واش هادو هما الدكاتره المغاربه؟ كتعطي واحد الصوره سيئه على المجتمع المغربي. انت يا خاصك العقاب الشديد، سواء كنتي هبيله او لا سواء كنتي بعقلك. يجب على السلطات انهم يدخلوا، وفعلا الحمد لله الشرطه القضائيه دخلت وكذلك الشرطه الالكترونيه دخلت باش يعرفوا المكان ديالك، وكذلك يجيبوك بلانتربول، يجيبوك فين ما كنتي باش تحاسبي على هذه الافعال الاجراميه ديالك وتحاسبي على هذه الاتهامات الباطله اللي كترمي بها عباد الله. سواء كنتي حمقى فيجيبوك يدخلوك للسبيطار ديال الحماق التعالجي، ويلا كنتي بعقلك فخصك تمشي للحبس، خصك تمشي للحبس باش تدوزي العقوبه ديالك باش يبرد عليك راسك، باش ما تبقايش غير اللي يهضر معاك ولا غير اللي يهضر عليك غادي تبدا يتهميه بالسرقه وما عرفت شنو وهذا وهذا ودخلوا عليا من الشرجم. واش انت يا بعقلك ولا مالك؟ راه حنا بلا ما نهضروا في هذا الشيء، راه اليوتيوبرز بلا ما يهضروا في هذا الموضوع، وراه الناس كيخليو تعاليق حتى واحد ما متعاطف معاك. كل شيء اللي شاف الفيديو ديالك كيقول لك ان هاد السيده حمقى. ماشي حنا اللي كنقولوا عليك حمقى، بينما المواطنين المغاربه اللي كيتفرجوا واللي كيشوفوا الفيديوهات ديالك فكيقولوا هاد السيده حمقى. هاد الاتهامات ما كتدخلش للعقل، ورينا شي دليل مادي ملموس باش حنا نصدقوك، ورينا شي وثيقه، ورينا شي حاجه باش كتهضري، ورينا. ما بقتش غير بالفم غير بالقمونه. راه الاتهامات سهله باش تتهمي عباد الله بالفم، ساهل. راه حتى انا غنقول لك ما عرفتش نتهمك حتى انتيا انك جيتي عندي للدار وشفرتي ليا واحد 100 مليون، واش غادي تحيديها ليا من فمي؟ ما تحيدهاش ليا، ولكن غتا نهضر غير هكاك غير بالفم غير باللسان، اللسان ما فيه عظم. ما عنديش دليل مادي على الاتهام، وكذلك حتى انتيا غير كتهضري غير كتبلابلي غير كتصوري في فيديوهات وكتلوحيهم ولكن بدون دليل. شوفي انا نقول لك واحد الحاجه غادي ننصحك قبل ما غادي نسد هذا الفيديو، ننصحك نصيحه لله. الفنانه لطيفه رأفت راه مستحيل اننا غنتخلاو عليها، ما دامت في هذه القضيه هذه راه مستحيل نتخلاو عليها، غير كوني هانيه غير بردي راسك. والمغاربه كاملين متعاطفين معها الحمد لله، ما كاينش حتى شي واحد اللي ضد الفنانه لطيفه رأفت. ثاني شيء غادي ننصحك ابنت الناس، الا عندك شي دليل مادي ملموس فخرجي به، والا ما عندكش حتى شي دليل فغير سيري تكمشي وتصنطي لعظامك وتسني هذيك اللحظه اللي غادي يجيو يقرقبوا عليك فيها باش تحاسبي على الافعال ديالك الاجراميه. هاد الشيء اللي كاين، كلنا الفنانه لطيفه رأفت حنا مضامين معاها لاننا كنحبوها حب خالص لله، لانها كما قلت لكم كتشرف المراه المغربيه في العالم العربي. هاد الشيء اللي كاين اخوتي،
جاوبنا هذه السيدة على الاتهامات الباطلة اللي اتهمتنا احنا كذلك كيوتيوبرز اننا كنشدوا الفلوس باش نهاجموها، فعطيناها جوابها انتظارا الفيديو الثاني ان شاء الله. اخوتي خليوا لي التعليق ديالكم في الموضوع، تهلاو لي فراسكم ومع السلامة.